السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل طلبه متابعي قناتي، بتمنى تكونوا بخير. لو انت بتابع قناه المره الاولى فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل التنبيهات الفتره الجايه. طلاب الصف الثالث الاعدادي، يا ريت اليوم بس تابع معايا فيديو اليوم بانتباه وخده معايا واحده واحده عشان خاطر هتكلم فيها عن حاجات كتير. اولا طبعا منهج الترم الثاني كامل انا شرحته بالتفصيل، لكن دلوقتي هعدي عليه للمره الثانيه بس بطريقه غير وبطريقه سريعه، وهناخد بس شويه ملاحظات، وطبعا اغلب الشرح هيكون حل. بس في سؤال هنا، طالما انا شرحت المنهج كامل انا بشرح المنهج الثاني ليه او بعدي عليه ثاني ليه؟ اولا ده لسببين. السبب الاولاني ان اغلب الناس بتاعه ثالثه اعدادي مش عارفه اصلا انا شرحت ايه، ومش فاكره ان انا اصلا شرحت الترم من السنه اللي فاتت الترم الثاني. والسبب الثاني انا عايز اعرف اكتر الناس اللي متابعه في القناه هل هي ثالثه اعدادي ولا اولى ثانوي، وبناء عليه طبعا هحاول ان انا اكثف الضغط عليهم. طبعا فيديو قاعده اليوم هسيبه لك كامل في الديسكريبشن، او هسيبه لك كامل في اول تعليق معايا، فلو عايز تتابع الشرح كامل فياريت ان انت تتفرج على الفيديو اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق، وبعدين تعالى ارجع معايا عشان نتكلم على شويه الملاحظات اللي انا هقول لك عليهم والحلول اللي احنا هنحلها النهارده مع بعض. الناس طبعا اللي بتسال انا بشتغل من ملخص ايه، انا في الغالب بشتغل من ملخص المعاصر، لكن انا بحاول ان اجيب لك امثله تطبيقيه من كل حاجه، سواء من مذكرات او من ملخصات مختلفه، واي سؤال بحاول اجمعه لك عشان خاطر ادي لك ملاحظه عليه. قاعده اليوم طبعا هتكلم عن اشكال المستقبل، ولو حصرنا اشكال المستقبل هنتكلم عليهم في ثلاث حاجات او هنقول اربع حاجات. طبعا معايا اول حاجه جوينج تو، معايا ويل، ودول الاثنين بنسميهم المستقبل البسيط، سواء الشكل ده او الشكل ده. وبعدين هتكلم ان شاء الله، او يعني اتكلمت عن المضارع المستمر والمضارع البسيط، و المضارع البسيط اللي هو يا شباب طالما في توقيت معانا يبقى الموضوع ماشي مضارع بسيط. ولو بنتكلم عن going to فانت بتاخد بالك من حاجه، بتاخد بالك ان انت بتتكلم عن تخطيط او بتتكلم عن قصد او نيه او حاجه فيها وقت طويل لعمل الحاجه، وفي شويه كلمات بتدللي على الموضوع ده اللي هي ممكن كلمه بلاند وكلمه intend وكلمه intended اللي هي النيه او القصد او الخطه او كلمه intention. كل الكلمات دي من الكلمات الداله على going to، يبقى اول ما تشوفها في الاختيارات هتاخد على طول going to. خلي بالك السؤال ده في الغالب في الريرايت بيكون سهل جدا وبسيط، لكن الموضوع كله والمشكله كلها بتكون في الاختيارات، انا اختار ايه بالظبط؟ يبقى خلصنا من موضوع going to، انت بتستخدم going to امتى؟ طيب نيجي بقى الويل. ويل طبعا لو في معاك قرار سريع، طبعا حاجه من غير دليل، في كلمه بروميس وعد او تهديد، اي حاجه من الحاجات دي تعتبر معاك ويل. والمضارع البسيط زي ما قلت لك طالما الموضوع فيه توقيت يعني فيه ساعه على طول انت بتاخد حاجه فيها اس، ما فيهاش اس اللي هو المضارع البسيط اللي هو خاص بالتوقيتات فقط. نيجي بقى للمضارع المستمر. المضارع المستمر يا شباب في الغالب ان لو في كلمه arrange معانا اللي هو يرتب، او prepare اللي هو يعد او يجهز، طالما في حاجه فيها تجهيز او في دليل على ان انا جهزت الحاجه، يعني مثلا اقول لك I bought the tickets، انا اشتريت التذاكر بالفعل، احنا حجزنا مش عارف ايه، يبقى انا كده عملت الاعداد ده. طبعا هو اتكلمت لك في الفيديو عن الفرق ما بين الخطه والترتيب. الخطه طبعا على سبيل المثال انت بتتمنى ان انت تعمل حاجه، لكن الترتيب ان انت بتمشي في الحاجه دي بتتخذ لها اجراء فعلي. على سبيل المثال انا قلت لك انا بتمنى اسافر، انا هنا ولا عارف امتى هسافر ولا ازاي هسافر، فالموضوع ده بالنسبه لي يعتبر خطه عند الاجانب. لكن سيبك من الموضوع العربي لان ربط العربي الانجليزي في المعنى هيبقى صعب عليك شويه، يبقى دي بالنسبه لي خطه. لكن الترتيب امتى بقى؟ الترتيب لما اروح المطار واحجز تذاكر واعرف امتى هسافر وازاي هسافر، ده اسمه ترتيب. وفي الغالب انت مش بتتسال في الحاجات دي، انت في الغالب في سؤال التشوز انت ما عليك بس ان انت تبص في الكلمه الداله على الزمن اللي انت هتختاره، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. لو يهمك طبعا ان انا اكمل باقي المنهج معاك ونكمله بطريقه ثانيه افضل، فياريت ان انت تعمل لايك للفيديو عشان خاطر اولا يوصل لاكبر عدد من الناس، وعشان خاطر برضو ثانيا اشوف الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون لمين، هل هيكون ليكم ولا لناس ثانيه، بناء طبعا على الناس اللي بتتابع، هل انتوا اكتر او هم اكتر، هشوف ان شاء الله وبناء عليه الفيديو الجاي هيكون ليكم. تعالوا بقى ناخد مع بعض شويه تطبيقات كده ونتكلم عليها واحده واحده، والتطبيقات دي هتكون بناء على الكلمات بتاعت الوحده الاولى، وبناء برضو على القواعد بتاعت الوحده الاولى. وان شاء الله لو تابعت معايا الشرح اللي انا قلت لك عليه في اول تعليق، ولو تابعت معايا التعليقات او الملاحظات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي وحليت معايا كويس، انت مش محتاج اصلا تاخد فتره مراجعه الا بس حاجات بسيطه كده هنجمعها مع بعض ان شاء الله. بس يا ريت اهتم بالشرح اللي انا هسيبه لك، واهتم كمان بالملاحظات اللي احنا هنقفل عليها. ولو انت سمعت الشرح قبل كده او لو انت شفته في درس او في اي حاجه ممكن تدخل معايا على طول على التطبيقات، والموضوع هيكون ان شاء الله سهل معاك. يلا بينا على طول.
هنبدأ بقى مع بعضينا كده واحدة واحدة على بركة الله، هنحل مع بعض ونمشي الموضوع ببساطة. عايز تحل قبل اتفضل، ونصحح مع بعض. عايز تستنى ونلاحظ مع بعضينا ونقول ملاحظات مع بعض ونحل مع بعض برضه براحتك، مفيش اي مشاكل. وزي ما انتم ملاحظين ان الكلمة او الاسئلة هتكون معايا النهاردة على حاجتين، على الكلمات وعلى القواعد، بس واحدة واحدة. يلا مع بعض. Arranging for something you want later. Arranging اللي هو الترتيب لحاجة انت عايزها بعدين. Means معنى الشباب طبعا لو بصيت في traveling, meeting, booking, kicking هتبقى كلمة booking يعني الحجز. طيب the people who work at the shop، الناس اللي بتشتغل في المحل ده، have nougat every day before the shop opens. الناس دي قبل المحل ما يفتح بيكون عندهم ايه او بيعملوا ايه؟ اكيد طبعا هنبعت كلمة notebook وهنبعت كلمة guidebook. طب فضلت معانا يا اما interview يا اما meeting. الناس طبعا عارفة ان interview معناها ايه؟ معناها مقابلة شخصية او مقابلة عمل، لكن كلمة meeting هي الاصح معنا وهي اللي هتستخدم هنا، اللي هي have a meeting. have a meeting عشان خاطر هم بيتقابلوا قبل ايه او قبل ما يدخلوا المحل او قبل ما يبدأوا شغل في المحل. ثلاثة come here محمد، تعال هنا يا محمد. our nugget is in the front of the train. حاجة تبعنا our is تكون at the front of the train، في مقدمة القطار. our car carriage coach bus. طيب الحاجة اللي بتكون في مقدمة القطار عربية ولا حافلة للسفر مسافة البعيدة ولا أتوبيس؟ طيب كلمة carriage اللي هي معناها عربة في قطار، إذن عربتنا في القطار في مقدمة القطار. خلاص طيب اللي بعدها وصلنا عند رقم 3، ندخل على رقم 4. يقول لك Alexandria is the final. الإسكندرية تعتبر the final. The final location, destination, journey, travel. Alexandria the final. Location مش هتنفع. Journey رحلة طويلة مش هتنفع. Travel مش هتنفع. The final destination وجهة الوصول الأخيرة. أيمن should book. أيمن المفروض book. book يعني يحجز يا شباب كفعل. A ticket as he will go to Alexandria and come back. أول ما تشوف كلمة come back يعني راجع تاني، على طول التذكرة مش هتكون single، لأ هتكون return. يبقى التذكرة طالما في كلمة come back اللي هو يرجع تاني، إذن هتكون return اللي هو يروح ويجي. طيب Hurghada has a beautiful، الغردقة لديها a beautiful by the sea، بجانب البحر أو بجوار البحر، بتسوي كلمة next to. طيب عندها scenery، travel، destination، journey. أكيد طبعا بمذاكرتك للكلمات عرفت أن كلمة scenery يعني منظر طبيعي، والscenery يا شباب المقصود بيه اللي هي سواء بقى كانت المناظر الطبيعية، سواء كانت جبال، بحار، أنهار، أشجار، أي حاجة من الحاجات دي، غير كلمة view خالص يا شباب. طيب رقم 7، My yard's cousin is going to stay in Cairo. هتقعد في القاهرة. So she has bought a nougat ticket. طب هي هتبقى أو ستظل في القاهرة. إذن التذاكر عندنا نوعين، يا سنجل يا ريتيرن. ابعد من فاينل وبيزي مش هتنفع خالص. إذن الصفة اللي هتنفع معنا هنا اللي هي كلمة سنجل تيكت ولا ريتيرن تيكت. سنجل تيكت طبعا عشان خاطر أنا هنا بأصف يا شباب، بأصف التذكرة ان هي ذهاب فقط لان انا مش هرجع تاني. ندخل على اللي بعد كده يا شباب، وصلنا للسؤال رقم 8. ف when I travel to Aswan I book a ticket on the train. walker ولا running runner ولا sleeper ولا cooker. طبعا مفيش اي كلمة من الكلمات دي هتنفع معانا غير كلمة sleeper train اللي هو معناه قطار النوم. احنا بنحاول نحل بسرعة عشان خاطر طبعا الوقت، تمام؟ فانا قادر ان انا اشرح لك معنى كل كلمة من دونها، بس عشان خاطر الوقت ما يطولش ونحل اكبر قدر من الاسئلة. طيب اللي بعديها رحمة a lot of money on clothes.
ما تقوليش بقى كلوزس بالله عليك هنا، قول كلوز اللي هي الملابس. رحمة spent ولا spent ولا present ولا كلمة start. طيب الكلمة الأولى spent اللي معناها ينفق أو يقضي، since طبعا يرسل مش عايزينها، present اللي هو معناها يقدم، و starts اللي هو يبدأ. طب إذا الكلمة اللي هتنفع معانا مع كلمة money هنا اللي هي كلمة spent، اللي هي spend money يعني ينفق أموال، لكن لو جت مع الوقت معناها يقضي الوقت. طيب the bus to Aswan at 6 p.m. طيب هنقول بوكس ولا spent ولا sends ولا leaves. طب القطار إلى أسوان أكيد leaves، سيغادر الساعة 6. The journey to Luxor from Cairo about 9 hours أو 9 hours. makes takes gives does. طيب عايز أقول هنا تستغرق حوالي 9 ساعات، فطبعا كلمة يستغرق اللي هي أصلا لو قلناها بالبلدي معناها يأخذ أو يستغرق زي ما قلنا، اللي هي كلمة take سواء كانت في المضارع take أو takes أو في الماضي took. تمام. طيب ندخل على اللي بعده، رقم 4. There are a lot of people for the train. There are a lot of people for. لو بصينا على كلمة for اللي هنا دي يا شباب، ايه اللي يجي معاها؟ الفعل اللي يجي معاها traveling for the train، يسافروا من اجل القطار، ولا meeting for، ولا discussing for، ولا ايه رأيك في waiting for؟ هناك العديد من الناس ينتظرون، طبعا كلمة wait for اللي هو ينتظر من اجل شيء او شخص. 5. The assistant بوت، المساعد بوت وضع the beds to sleep in the sleeping car. طيب بوت in ولا بوت on ولا بوت up ولا بوت down؟ طبعا السراير اكيد بوت down، لان اي كلمة من الكلمات دي هيختلف معناها. بوت down اللي هو يخفض او ينزل، نزلنا السراير عشان خاطر ننام. تمام. في in the sleeping car، في قطار النوم. اوكي. شريف arrived Aswan late. طيب arrive معها حرفين جر، يا إما in يا إما at. تمام. طيب in مع مين وات مع مين؟ in مع الأماكن الكبيرة وات مع الأماكن الصغيرة، يبقى arrived in Aswan late. تمام. يصل أو وصل إلى أسوان متأخر. تمام. طيب رقم 7. Modern trains have a carriage for having meals. واحد يقول لي بس have a مثلا sleeper، اقول له بس استنى يا عم اقرا بس كويس. Modern trains have، لان اغلب الناس بتغلط فيها يا شباب خلي بالكم دي، طبعا for ايه؟ for having meals، عشان خاطر يتناولوا فيها الوجبات. اذا الحاجة اللي بتتناول فيها الوجبات اللي هي restaurant carriage، يعني عربة المطعم. تمام. يبقى أغلب القدرات الحديثة فيها الحاجة دي. طيب ناخد جزء الخاص بالقواعد. زي ما قلت لك خلي بالك في الملاحظات اللي اتكلمت لك عليهم في الأول، أول حاجة بقول لك the school day at 7 a.m. أول ما تلاقي توقيت بالله عليك، طالما في توقيت معك إذن اجري على المضارع البسيط، مفيش ولا حاجة في دور مضارع بسيط غير كلمة starts، وفي الغالب بيكون في اس او ما فيهوش اس. تمام. طيب it's getting cloudy. ده getting cloudy يعني مغيمه. فاذا طالما عندك دليل يبقى انت عايز going to زي الفعل في المصدر. طب هل وحديها؟ لان في ناس كتير بتقول لي going to على طول. يا شباب لازم معانا ام او is او ار، يبقى is going to rain. تمام. طب خلصنا من دي. the library at 4 o'clock. Please hurry يعني أسرع من فضلك. 4 o'clock ده توقيت، والتوقيت دايما خاص بالمضارع البسيط، يبقى ابعد من أي حاجة غير كلمة closes يعني ستغلق أو تغلق. أوكي. طيب 4. I'm hungry. أنا جعان. I think، أعتقد. طبعا كلمة think يجوز إنها تيجي في going to أول، على حسب في دليل أو مفيش دليل. أول حاجة كانت من الحاجات اللي تدل على will أو غيرها. I'm hungry. I think I know got a sandwich.
طيب هنا انا بقرر قرار او بتخذ اجراء او قرار سريع، فاذا هنا انت عايز will معك. I will buy a sandwich، هشتري سندوتش. رقم خمسة I expect it not hot tomorrow. كلمة expect من الحاجات اللي تدل على will طالما فيش دليل معايا. طب هل انت عندك دليل هنا؟ انا ما عنديش دليل، يبقى I expect it will be انها سوف تكون. اوكي طيب اللي بعدها we not got our dinner at the restaurant. طيب dinner at the restaurant we have booked the tables. احنا بالفعل خلي بالك معايا هنا، احنا بالفعل حجزنا الترابيزات. احنا هنا عملنا اجراء فعلي، وطالما الموضوع في حاجه متخذه بواسطتنا احنا، فانت عايز مضارع مستمر. طب نيجي نشوف المضارع المستمر واللي بعيده. going to بعيده، or having هي اللي تنفع معايا، يبقى we are having our dinner at the restaurant. طيب اللي بعديها I must go now. I promised him. أنا وعدته. I no got late. بس أنا في كلمة promised معي وعد. يا سيدي خلاص أنت قلت لي إن الوعود معها will. طيب تمام أروح أختار will. أقول لك بس 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 هوب 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 اهدى بس. يا سيدي أنت معك will و want اللي هي will المنفية، الاتنين ينفعوا. طب أنا أعمل إيه بقى؟ أنا في حيرة من أمري. ارجع بقى واحدة واحدة عشان تنفع او تعرف المعنى ايه. I must go now المفروض امشي دلوقتي. I promised him انا وعدته. I no got late انا وعدته ان انا بالمعنى ده سوف اكون متأخر ولا لن اكون متأخر. اذا انت المعنى الصح won't be late ان انا مش هكون متأخر. اذا يا شباب الحاجة دي مهمة جدا معايا ان انا اشوف المعنى عشان خاطر اغلبكم بينقص درجات بسبب التسرع بتاعه. طب تعالى اللي بعديها رقم 8 The bus to Aswan at 10 past 6. كلمة past يا شباب معناها هو يعني 10 و6 دقائق تمام. طيب this evening، this evening اللي هو المساء ده، او يا شباب 6 و10 سوري 6 و10. طيب هنا ده توقيت، يبقى انت عايز حاجة فيها اس، يبقى على طول او ما يكونش فيها السعد يعني عايز المصدر ده ويل بعيد عنها، جوينج تو بعيد عنها، مضارع مستمر بعيد عنها، يبقى ليفز. اوكي طيب تعالى بقى ندخل على جزء الريرايت واحده واحده. الريرايت يا اما بيكون في جوينج تو ساعتها عايز منك جوينج تو، يا اما في كلمه ترافلنج يعني او مش ترافلنج يعني اي فعل زائد ان جي يبقى على او هولدنج مثلا فعل زائد ان جي يبقى عايز منك المضارع المستمر، يا اما بقى هنشوف عايز منك ايه. طب تعالى بقى نقرا. الراجل هنا عايز مني going to. بصوا بقى يا شباب من بعد تو ده الحاجات دي كلها هتنسى زي ما هي. من بعد تو اللعب كله في اللي قبل تو. في البدايه طبعا انا عايز الفاعل اللي هو مين هنا؟ اللي هو هي. طيب بعد هي انا عايز ايه بقى؟ عايز الحاجه الموجوده اللي معاه. طيب اللي هي فين؟ ما بين الاقواس هنا اهو. يبقى اقول هي طيب بعديها going to على طول. اقول لك لا حاسب بالله عليك ما تنساش في المضارع المستمر و going to ان انت تحط لي am او is او are. يبقى he is going to وتكمل لي الحاجة اللي انا قلت لك عليها دي للاخر. يبقى he is going to وايه ومعاك الحاجة للاخر. يبقى he is going to spend the summer. تمام خلصنا من الحتة دي. طيب تعالى اللي بعديها كلمة intend. intend يا شباب I'm going to build a new house. طب كلمة intent هنا معناها ان هو يقصد خلاص نية او قصد. طالما النية او القصد يبقى هو الراجل ما هو ممكن يجيبها لك صريحة يقول لك going to زي كده، يا اما يجيبها لك بintend. intend اللي هنا وقصد برضه عايزك تستخدم going to. طيب الراجل هنا بقول لك ايه؟ I am going to build a new house. شاف هنا has planned حولناها ل going to. نفس الكلام going to هتتحول ل intend. يبقى تقول ايه بقى؟ I intend to وتكمل للاخر اللي هو build a house. يبقى I intend to build a new house. خلاص كده؟ طيب اللي بعديها
قال لك استخدم لي كلمة holding اللي هي ing. قال لك everything is arranged، وانت لو مش عارف اي حاجة كلمة arranged اصلا معناها حاجة مترتبة، فعلى طول هتستخدم مضارع ايه؟ مضارع مستمر. طيب مين المفعول؟ احنا. تمام، الله ينور عليك، كويس. يبقى انت قلت لي احنا، لان احنا ايه؟ احنا اللي هنعقد الاجتماع، يبقى وي. تمام، بعدين هتيجي انت تقول لي احط هولدنج. لا يا عم اهدى بالله عليك، قلت لك ما تنساش ار او ام او از على حسب بقى، يبقى وي ار. تمام، بعدين انت عايز ايه؟ عايز فعل اللي هو موجود معاك، يبقى وي ار هولدنج. تمام، وي ار هولدنج our meeting، ونكمل الاخر we are holding our meeting tomorrow. الموضوع بكل بساطة، انا محتاج الفاعل، محتاج الحاجة اللي بين الاقواس اصرفها كويس، وبعدين نكمل جملتنا زي ما هي. تمام، طب تعال نشوف اللي بعدها. هنا بقول لك سلمى has just bought a train ticket. سلمى لسه مشترية تذكرة حاليا دلوقتي، to travel to أسوان، عشان خاطر تسافر لأسوان. قال لك traveling يعني ايه؟ traveling يعني الاي ان جي، يعني عايزك تستخدم زمن المضارع المستمر. سيبك من اي حاجه، انا عايز الفاعل اهو، مين؟ سلمى. طيب ايه ده؟ سلمى دي تعتبر مفرد، يبقى هنقول ايه؟ is. طيب الحاجه الموجوده ما بين الاقواس عندك اللي هي كلمه traveling، يبقى سلمى is traveling to أسوان. خلاص، يبقى سلمى is traveling to أسوان. ممكن تقول بقى بعديها she has just bought a train ticket. اوكي، خلاص كده. طب تعالى بعديها، اللي بعديها طلب منك استخدام will، بس will المنفية. هبة has promised not to tell anyone about what happened. هبة قالت انها مش هتقول لأي حد على اللي حصل. طب تعالى نبدأ واحدة واحدة، مين الفاعل؟ كويس، الناس اللي قالت هبة. هبة، تمام. بعدين انت محتاج موز ورا الحاجات دي هنا؟ لا انت مش محتاج الحاجات دي، خلاص. يبقى هتقول هبة. طيب معاك ويل ولا وونت هنا؟ معاك وونت اللي هي ويل نوت، يبقى وونت. تمام، وونت فين الفعل؟ طب انا لو محتار ومش عارف الفعل فين، اقول لك على حاجه، بص في اي جمله من الجمل دول هتلاقي دايما الفعل بعد مين؟ بعد كلمه تو. هنا بعد تو، هنا مش موجودة معاك تو. طيب هنا بعد تو، هنا اكيد برضه هكون بعد تو. يبقى هبة won't tell anyone about what happened. تمام، هبة مش هتقول اي حد على اللي حصل. بكل بساطة انا محتاج معايا بس ان انا ابدأ بالفعل، وباقي الجملة بيحل نفسه بنفسه. الجملة رقم 6 بيقول لك the train from Cairo to مطروح is at 8 a.m. هيمشي الساعة 8. فهنا طلب منك استخدام كلمة leaves. leaves اللي هي معناها شباب سيغادر، يعني عايز منك مضارع بسيط نفس اللي كنا بنقول عليه في كل حاجة. هنبدأ بالراحة جدا. أنا عايز أقول إيه؟ القطار من القاهرة المطروح هيغادر الساعة كذا، أو القطار هيغادر من القاهرة المطروح الساعة كذا. يبقى أقول the train، train from، ممكن اقول from وللاخر from Cairo to مطروح. بص بقى اللي انا عايزه، كلمة leaves at الساعة اللي معايا اللي هي الساعة 8. خلاص، او ممكن اقول ايه؟ the train، واجيب كلمة leaves from Cairo to مطروح at الحاجة اللي موجودة معاك اللي هي الساعة 8. خلاص، الموضوع سهل جدا وبسيط ومفيش اي تعقيد ولا مشاكل فيه. ناخد بالمرة طبعا الديالوج الخاص بالوحدة الاولى، ولو انت عايزني ان انا اكتفي بالوقت القصير ده وما نحلش باقي الوحدة برضو اكتب لي في الكومنتس شوف رأيك ايه، وان شاء الله ايه نشوف هنحله ولا مش هنحله. قال لك a tourist asks سلمى about the way to the train station. يبقى انا عرفت كده التورست بيكلم مين؟ سلمى. فبيقول excuse me could you tell me، او could you tell me دي الاجابة عليها yes or no، لان هنا طبعا could فعل ناقص
هتجيب عليه طبعا بيس او نو. فهتقول لي فين يس او نو؟ اقول لك لا اوف كورس هي موجوده معاك ما فيش اي مشاكل. طيب could you tell me the way to the train station؟ احنا جاوبنا على النص الاولاني، قال له اوف كورس بالطبع. اديني بقى هيقول له ايه؟ بصوا يا شباب، وممكن يقول له go along this way مثلا، او go along the street امشي بطول الشارع ده، go straight امشي طوالي، او اي حاجه. اهم حاجه بقى تقول له بعديها it is مثلا next to، او it is in front of، او it is behind، مش اي حاجه. طيب it's مثلا next to the bank، اوكي okay. it's next to the bank، انها بجوار مثلا البنك، اوكي okay. طيب او اي حاجه، طبعا الموضوع راجع لي. طب تعال نشوف اللي بعديها. التورست بيقول له حاجه او بيساله على سؤال، قال له no it isn't far، لا دي مش بعيده، الحاجه دي مش بعيده. يبقى اكيد هو قال له هل هي بعيده. اذا السؤال هنا بهل اللي هو فعل مساعد، هل الفعل المساعد موجود معك؟ اه. لو مش موجود معك يا اما تجيب دو يا داز يا ديد، على حسب طبعا ما انت شايف في الجمله. طبعا هنا بيقول له ايه؟ is it far؟ قال له no it isn't far away، هي مش بعيدة من هنا، اوكي؟ طيب اللي بعديها بيقول له 10 minutes 10 دقائق. اذا السائح سأله ايه بقى؟ السائح عايز يسأله يقول له خلي بالك من السؤال ده مهم جدا واحفظه لي بالله عليك، اللي هو كم طول المدة؟ how long does it take to، لكي how long does it take، يبقى how long كم طول المدة، does it take بسأل في المضارع، does it take هتستغرق مني to، لكي ايه بقى reach، لكي اصل، ممكن اقول ايه لكي اصل ايه بقى هناك to reach there. فراح قال له ايه 10 minutes 10 دقائق. ركز بقى في اللي جاي، قال له thank you شكرا ليك it's very nice of you to walk with me، ده والله حاجة كويسة جدا منك وزوج من حضرتك ان انت تمشي معايا. اذا الراجل هنا قال له ايه بقى؟ قال له خلاص انا همشي معك، يبقى 10 دقايق انا همشي معك. فاذا هنا اداله قرار سريع، او يعتبر مثلا قال له حاجة على طول من غير اي تفكير، فهنستخدم will، انا سوف امشي معك، يبقى I will مثلا walk with you، اوكي okay. يبقى I will walk with you، انا سوف امشي معك. ندخل برضو على سؤال الاختيارات اللي بعده، بيقول لك we no got on holiday next week، I have already bought the tickets، انا بالفعل اشتريت التذاكر. طبعا هنا طالما انا عملت اجراء فعل هنا يبقى عايز مضارع مستمر، يبقى we are going. طب اللي بعديها you have bought so many things، how much money did you، طيب how much money، طالما شفت كلمة money يبقى انت عايز كلمة spend، money انفقته، كم عدد او كم مقدار الفلوس اللي انت انفقته. طيب اللي بعديها the English lesson، درس الانجليزي at الساعة 10، طالما في ساعة معاك يبقى انت عايز مضارع بسيط، يبقى starts، اوكي. سهى arrived school late، طيب school دي تعتبر مكان كبير ولا صغير؟ مكان صغير، يبقى هنقول arrive at او arrived at. طب اللي بعديها if we take the midday bus to Giza، لو احنا اخذنا الباص اللي هو بتاع منتصف النهار الى الجيزه، we can to Cairo at 6 o'clock، we can ايه بقى؟ we can return ولا spend ولا take ولا make، مفيش ولا حاجه هتنفع معانا هنا غير كلمه return. يعني عايز اقول لك ايه، لو اخذنا القطار اللي هو بتاع منتصف النهار بتاع الجيزه ممكن نرجع الساعة كام؟ الساعة 6، نعود return to Cairo، نرجع للقاهرة. طيب اللي بعديها look out، أول ما تشوف يا شباب معايا كلمة look out، watch out، take care، إذا هنا أشياء على وشك الحدوث أنت عايز معاك going to، يا ريت تدون معايا الملاحظات دي، يبقى you فين going to؟ يبقى you are going to crash.